فيكم فيديو جديدة. اليوم نقول بحال ميني لوك بوك أو شي حاجة بحال هكا. كونتاكتوني لو سيت زافو. كنت عمرني ما جربتو مي شفتو فعلا بامال ديال لي بلوغوز يوتيوبوز كيجربوه وكنت باغية نجربو. دونك ملي كونتاكتوني قالوا لي تختاري ايتمز بحال هكا باش نجرب لو سيت ديالهم. قلت علاش لا، عمرني ما درت لكم شي فيديو بحال هكا. دونك غادي نوريكم في الاول لي زارتيكل اللي اختاريت. حاول تختار من دي كاتيجوري مختلفه لكم لي زارتيكل، عاد غادي ندير لكم بحال اميني لوك بوك. الوغ هو لو سيت كاين، غادي نخلي لكم لو ليان ديال زافو ايرب، يعني زافو اللي كيليفريو وكيديروا عندهم دي زارتيكل اللي موجودين اللي غادي يقدروا يصيفطوا لكم في الدول العربيه. غادي نخلي لكم لو ليان ديالهم، يمكن لكم ديروا داكشي بالعمله ديالكم يعني الدرهم ولا شنو ما كان. وعندهم دي زارتيكل اللي مكتوب فيهم لا دات ديال وقتاش ديال بحال دابا كاين ان ارتيكل مكتوب تحت منه delivers in 3 days، يعني من دابا 3 ايام غادي يقدروا يخرجوه ويصيفطوه لك. هادو كيكونوا دغيا دغيا كيوصلوا لك. دونك الا بغيتي دير شي ليفريزون اللي انت محتاجها تجي دغيا دغيا، كتقلب على دوك لي زارتيكل اللي فيهم لي دات ديالهم من تحت و كيوصلوك زرب. اذا كانت مكتوبه منه حتى شي حاجه راه ما زرب ما حتى شي حاجه. انا وصلني داكشي دغيا دغيا، ليفريزون وصلت دغيا دغيا، ولكن بزاف مرات كترى هاد القضيه في ميريكان. كنصحكم تشوفوا فيديو ديال يوتيوب واحد اخرين، ولكن عامه شنو ما سمعت على هذا لو سيت دو سيمين بحال هكاك المغرب كيوصلك كلشي. بيان سور خاصك تكون عندك اون كارت او لا باي بال باش تخلص. الوغ ندوزو لي زارتيكل. لارتيكل الاول هو هاد لو بول، هذا اللي لابسه دابا نوريه لكم. جاي بحال هكدا، تيجي فلوي، مبرد مبرد، و لي كولور ديالو زوينين. دونك توكا غادي نوريكم اللبسه كامله في الاخر ديال لا فيديو. اكبر نصيحه غادي نعطيكم في هذا لو سيت هذا هو تشوفوا ريفيوز ديال كل ايرام، حيت تعاونكم باش تشريو لي طاي ديالكم. كاين الحاجات اللي انا كنلبس ميديوم كنخديتها في ميديوم وجات قدي، وكاين الحاجات اللي كنخدي ناخذها في لارج، وكاين الحاجات اللي واخا خديتهم في لارج جاو صغار حيت ما قريتش ريفيوز ديالهم. دونك قراو ريفيوز. الا كانت الحاجه ما فيهاش ريفيوز انا بيرسونيلمون كنتجنبها باش ما نوقعش في شي حاجه انه جاني صغير ولا جاني كبير ولا هذا. دونك لارتيكل الاول واللي جاني صغير دونك ما غاديش نوري لكم لابساه هو هذا. تيجي تقريبا بحال هذا، غير هو ما فيهش هاد لا سيباراسيون بحال هكذا، دي بول دي بحال هكذا، و التوب ديالو جا بحال لو لان، خفيف خفيف زوين صف، والكمام دايرين بحال هكذا. وكيمكن لكم يا اما تخليوهم هكذا اولا كيمكن لكم تثنيوهم بحال هكذا. لا فوتو اللي غادي تشوفوا في لو سيت ديالهم راه ثانياهم كيجي بحال هكذا. دونك هذا خديته في ميديوم وجاني طرطق صغير، دونك دخل ولكن ما يمكنلكش تحرك فيه كاع. وهكذا كيجيو شي حاجات في المبالاج، كيجيو بحال هكذا، هاد الميكا بحال هكذا، وكتحلها داكشي مقاد فريمون. خديت هاد الكسيوة هادي اللي كتجي طويلة، كتجي تحت الركبة بزاف، ولكن مكتجيش حتى لرجليك، لي طويلة في هاد لي كولوغ هادو. ومن هنايا فيها سميطات، هاد سميطات إلاستيك، و حتى هي التوب ديالها زوين مريح وبارد. هانتوما التوب كيفاش داير، هادي يمكن لك باش زوينه يمكن لك تلبسها هكذاك زعما خارج بنهار غادي ديرها مع صندل عاديه وتلبسها، اولا بالعشيه كاع غادي تقاد ودير دي بوكل وجوري مختلفه ودير دي طالون وتلبسها معاها. نتوما عاوتاني كيجي داكشي بحال هكذا. جربت لي تيشيرت ديالهم، دونك انا جربت هادو اللي دابا ولاو طونطونس، جربت لي روب ديالهم، ودابا ان تيشيرت. هاد لي تيشيرت فايت شفت بزاف ديال الناس لابسينو، ولكن كان من لي تيشيرت اللي عجبوني بحال هكذا سامبل، وفيه هاد الوريضات هادو مطروز من هنايا، وحتى الطرزه ديالهم زوينه.
انتوما و التوب ديالو زوين الاستيك بحال غادي تشري من H&M ولا شي حاجه شي حاجات بحال هاد التيشيرت هذا بحال غادي تشري شي حاجه عاديه من زارا ما نقولش لي زارتيك الاخرين الكاليتي بحال لي زارا ولكن نقول تقريبا بحال H&M بحال هكاك جربت حتى سويمسوت ديالهم لي مايو بان اول وحده خديت هي هادي هادي الاولى شفتها وعجبتني بزاف كيجي بحال هكذا اون بياس و لور كيجي بحال هكذا دار تقريبا اريان حتى الاخر وفيها هاد سيو بحال هكذا ديفو اللي جا في هادي اللي تاهي ما تقدروش تشوفوها في لوكوك هو انه هاد السميطات هادو بارابور لشحال انا طويله من هنايا جاو قصار وهاد الايبه هادي ديال اللي هنايا رت هابطه بزاف اللور حتى تبدا يبان شي حاجه اخرين دونك هادي خساره مما هادي اللي لبستهاش انايا يبي يجربها شي وحده من صحاباتي ولا شي حاجه تجيهم ولكن انا ما غاديش نجربها لا كاليتي ديالهم حتى هما زوينين بحال غادي نشري شي حاجه من H&M وباش عجبوني هاد وان بيس ديالهم هو انه فيهم هاد البحارين من هنايا دونك كلنا كنعرفوا الا ما كانوش بعد خطرات هنايا تيمكن لك تبان لك شي حاجات اخرين خصوصا على هاد لا كولور اللي بيضه بحال هكا دونك دايرين لك تنرو بحادز لداخل المايو دبان تاني وهذا هو الكود كور ديالي من هاد الاوردر كامل جا كله كحل وداير بحال هكذا اون بياس هو و باش زوين عاوتاني هو انه اللور عندهم وحدين اللي كيجيو كبار اللي بالنسبه للبنات اللي عندهم كيمكن لكم تغطيو ماشي داكشي كله صغير هذا دونك او سميتو لا كاليتي ديالها هي زوينه الاستيك لي مايو دبان جوج ومخديتهم في اللارج ويلاه جاوني انا كلبس ميديوم الحاجه ما قبل الاخيره اللي خديت هو هاد لو ساك هذا تي ساكادو صغيور سامبل كحل عندهم دي ساك بحق عندهم دي ساك واحد اخرين زوينين ولكن كتعرفوني كناخذ داكشي سامبل الا كنتو متبعيني في سناب شات او لا انستغرام كنلبس دائما سامبل دونك خديت شي حاجه سامبل بحال هكذا ان ساكادو و جاي داير بحال هكذا انتما كيبان لكم الجلد ديال بلعاني ولكن نزبوخا هكاك زوين والحاجه اللي جات فيها زوينه هو انك كيمكن لك تطلع هاد البلاصه وكاين لي ان ساك كيمكن لك تلبسو نيشان بحال هكذا الحاجه الاخيره اللي حديت من عندهم هما دي لونيت دايرين بحال هكذا الان غري ان ميغوا غري هنايا دونك ليتل بيت كات اي كيجيو بحال هكذا زوينين بامال عندهم بزاف ديال لي لونيت مختلفين Thank you.
عجبتكم غادي نخلي لكم كاع لي ليان ديال كل ارتيكل وريتكم في هاد لا فيديو في لابار دانفو لو سيت ديالهم بالعربيه حتى هو في لابار دانفو ما تنساوش تشوفوهم و بيان سور غادي نخلي لكم مواقع التواصل الاجتماعي ديالي السوشيال ميديا كلها غتلقاوها في لابار دانفو حتى هي تنتمنى تكون عجبتكم هاد لا فيديو ونشوفكم مره اخرى ان شاء الله سلامه